متتبعي الكرام، متتبعي قناة شوف تي في، إليكم الحصيلة اليومية. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء تسجيل 1021 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 27217 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نسائي سلبيتهم والتحاليل المختبرية قد بلغ 1,311,772 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المصادر الرسمية بأن الفترة النفسية عرفت 16 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 417 حالة. وتم التأكد من 661 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية التعافي إلى 19,629 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطة المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي القناة، أعيد عليكم الحصيلة اليومية. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء تسجيل 1021 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإجمالي للمصابين بفيروس إلى 27217 حالة بالمغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نسائي سلبيتهم والتحاليل المختبرية قد بلغ 1,311,772 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة النفسية عرفت 16 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 417 حالة. وتم التأكد من 661 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية التعافي إلى 19,629 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اتخذت السلطة المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي قناة شوف تي في، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.